السلام عليكم نياتي وليداتي خوتي خوتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وبارك علينا هاد الشتاء وهاد البرد. بارك علينا الله يعطينا هاد الشتاء قلق النفع يا ربي، تكون ان شاء الله هاد السنه تكون سنه فلاحيه مزدهره ان شاء الله. اليوم بنياتي غندير لكم واحد الوصفه هائله هائله بمكون واحد، وعندنا في المطبخ غادي يعالجنا جميع المشاكل اللي عندنا. اولا المشاكل ديال الم الظهر، الم الظهر كيعانيو منها بزاف النساء والرجال في هذا البرد، في هذا البرد وهذا الشتاء، يعني كيجيهم هذا الالم الظهر كيحكر على الناس بزاف. يعني عاد تقدر تحنا ما يقدرش يدير اي حاجه، الظهر كيعطيهم الم كثير بزاف، كيكون البروده في الظهر. وايضا كيكون هاد الوصفه ان شاء الله غادي تقضي لنا على الام الدوره، اللي عندهم بناتي اللي عندهم الام الدوره اللي كتوجع. كان بناتي كيقولوا لي عندنا الام الدوره، كتجينا قبل الدوره كيجينا واحد الالم فظيع فظيع فظيع. هاد الوصفه ان شاء الله غتقضي على هاد المشاكل. ايضا كتحيد البروده من الرحم وكلي تسهيل الحمل. بنياتي راه هاد الوصفه بهاد المكون غنوريكم راه حملوا به بزاف النساء، بزاف النساء اللي كانوا عندهم مشاكل غير البروده، كيمشيو عطيو كيقولوا ما عندكم حتى شي حاجه، كيكون عندهم على البروده وكيديروا هذا المكون بهذه الوصفه اللي غنوريكم، وكيخرجوا كيولدوا من الشهر الاول تيخرجوا، كيسهل الحمل. وايضا حتى كيقضي على البروده اللي كتكون في الظهر، البروده اللي كتكون في الاعضاء في الجسم، وحتى السعال، حتى الاطفال الصغار اللي كان عندهم السعال او الكحه كما كنقولوا المزمنه تيقضي على هذا المكون. الا هو المكون اللي غنوري لكم بنياتي عنقب، المكون هو الثوم، الثوم البلدي او الثوم الاحمر. هانتوما كتشوفوا الثوم البلدي او الثوم الاحمر، وفي الدول الاخرى اللي ما كانش عندكم هاد الثوم الاحمر فتكتفوا بالثوم اللي عندكم في هذيك البلاد، ماشي مشكل اي ثوم كديروا، مهم الثوم راه مزيان مزيان هذا المكون، لان فيه بزاف بزاف. غنكتب لكم اشنو كيدير بلا ما نطول عليكم، غنكتب لكم كلشي المنافع ديالو اللي كيديرها، غنكتبها لكم في صندوق الوصف. شوفوا في صندوق الوصف غتلقاو بان هاد المنافع اللي فيه، يعني فيه بزاف، فيه ضغط الدموي كينزل الضغط، كيدير لك حيد الكوليسترول، تيحيد جراثيم اللي كتكون في المعده، يعني كتكون في الامعاء، يعني بزاف 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 المشاكل اللي كيحيدها الثوم. وتابعوا معايا الفيديو من الاول الى اخر، ولا وقفكم انتم ان شاء الله هذه الوصفه بارطاجيوها مع اصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المكونات ان شاء الله اللي غنحتاجو في هذه الوصفه اللي غتكون عباره عن قويبات ديال الثوم، غنحتاجو الوصف، غنحتاجو المكون الاول هو الثوم الاحمر. الثوم الاحمر غني على التعريف، راه معروف شحال اش كيليق، بلا ما نبقى نشرح لكم لان كلشي غتلقاو في صندوق الوصف. والمكون الثاني هو زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي يكون ممتاز. والمكون الثالث هو زعفران الحر، يعني زعفران زغبه. هانتوما كتشوفوا زعفران الحر، غنوريه لكم عن قرب باش تشوفوا. هانتوما غتشوفوا الزعفران اللي كيكون ممتاز، هاد الزعفران حتى هو راه مكون كيساهم لعلاج البروده في الجسم، وكيساعد لتسهيل الحمل، وبزاف المشاكل كيحيدها هاد الزعفران. زوين زوين بزاف بزاف بزاف. اذا غنحتاجو قنينه زجاجيه تكون معقمه كما كانت عندكم، هاد القنينه تكون بحال هادي، تكون عندكم شي قنينه اللي تكون زجاجيه وتكون مغسوله مزيان ومعقمه، هذا هو اللي غنحتاجو ان شاء الله. وتابعوا معايا الطريقه، لان الطريقه راه ضروريه في نجاح الوصفه، دائما كنقولها لكم ابنياتي. بسم الله على بركه، غنبداو بالطريقه ان شاء الله. غناخذوا هاد الكاسونه وغنديروا فيها فصوص ديال الثوم. نتوما هاد الطريقه اللي غنوريكم غديروا الفصوص ينوبه وحده، حيت انني فايت عليكم في القناه كل ليله كتاخذي فص وكتشويه وكتستعملي، دوكا غندير لكم الفصوص كامل في مره، اللي كان عندنا المشكل ديال الدار او لتسهيل الحمل او اي حاجه اللي غديروا بها الثوم ان شاء الله، اللي غنديرهم تحاميل ان شاء الله من الدوبو. غناخذهم وغنديرهم في هاد الكاسون بحال هكايا، غناخذ الكميه اللي غتقدنا بحال هكايا، غندير وغنزيدو عليهم واحد كويس تاع الماء بحال هكا، كويس تاع الماء صغير، وغنديو على النار نغليو لمده 5 دقائق لا غير، لان حنا ما بغيناش يطيب، بغينا غير نص طيبه، ماشي طيب بزاف، غير نص طيبه صافي. ونطفو عليه وغنرجعو لكم ابنيات.
بعد ما غلينا بنياتي غادي نحيدو دوكا من الكاسترونه، نحلدو من الكاسترونه باش غنقيو، لان سبقت ما قلتش لكم راه درتو بالقشور ديالو. دائما نتوما ديروه بالقشور ديالو، درت لكم هذه الطريقه باش تسهل عليكم ديروا الثوم في مره واحده. كاع البنيات اللي باغيين يحملوا ولا اللي باغيين يعالجوا الالم الظهر ولا اللي باغي يعالجوا الالم الدور، اي واحد يبغى يديرها يدير هذا الثوم في مره واحده. الكميه ديال حتى 20 ثومه حتى 40 ثومه ماشي مشكله، ما كيخسر ما والو. غنقيو هذه الثومه ديالنا كامله ان شاء الله، ولا بانت لكم شي فص يعني غليظ تقدروا تقطعوه طولي بحال هكا. هانتومايا نقيتو وبانت ليا اللي كتكون كبيره قطعتها على الطول باش ما تجيش غليظه من بغاو نديروا الولوج الى الدبور. وغنديروا في القرعه ديالنا يعني في القنينه المعقمه غنديروا داك الثوم كامل اللي نقيناه. من بعد ان شاء الله غنديروا شعيرات ديال الزعفران الحر، شعيرات يعني قلال، يعني 5 ولا 6 ولا 7 شعيرات، ماشي بزاف. يعني انا بغيت نقول لكم ضروري هاد الشعيرات، لان هاد الشعيرات حتى هما كيساهموا يحيدوا البروده من الرحم، يحيدوا البروده من الظهر، راه زوين. وغنغطيوه بزيت الزيتون، هاد زيت الزيتون يكون زوين من النوع الممتاز. نغطيو الثوم ديالنا في هاد القنينه ديالنا، وتقدروا تكثروا، راه كثرتوا راه غادي يبقى لكم كدواء ديروا في الصيدلية كدواء، فيه تحاميل، فيه قويلبات، فيه كلشي. وتقدروا الا بغيتوا تزربوه وتبغوا تصوبوه في ديك الليله ديروا فيه حمام مريم. وعرفتوا حمام مريم هو الماء في كاسرونه وتحطوا فيه القنينه. اما الا كنتوش مزروبين عليه خليوا القنينه في واحد المكان مظلم، وخليوا واحد 3 ايام او 4 ايام باش يطلقوا داك الزعفران مزيان في داك الثوم. هذه الطريقه بنياتي باش نسهل على بنياتي اللي باغيين يديروا الدواء، اللي كيكون عكزان كيقول لي بنياتي باغيين نديروا الدواء ولكن عكزانين، غير ديروا هذا، راه الثوم راه زوين، راه تيساهم في الحمل وتسهيل الحمل. بسم الله على بركه الله، غنقول لكم بنياتي التطبيق كيفاش طبقوا هذا الثوم ديالنا، كيفاش كيولي. ها انتم الثوم كيفاش كيولي، تيولي مع داك الزعفران وداك الثوم والزيت الزيتون. تمني كتخليه واحد المده او ديري لي حمام مريم، غادي تدغيا بغيتي دغيا كتكوني مستعجله ديري لي حمام مريم، بغيتي حمام مستعجله ديري غير ديريك تخزني في واحد المكان مظلم وغادي يتفاعل مع بعضياتو ان شاء الله. كيفاش غنديرو؟ غناخذو ان شاء الله منو بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا الثوم ديالنا، فصوص ديال الثوم ها هما كيكونوا طاريين وزوينين. اش غنديروا؟ غادي نسخنوا هاد القريعه قبل ما نستعملوا، نسخنوا هاد القريعه فواحد الحمام، او نديروا هاد الطبيسي يكون شويه اللي قابل للنار ونسخنوا عين ندفيو بعد نديروا هاد الثوم. طريقه بنياتي ديال التطبيق ان شاء الله، هاد الثوم كما وريتو لكم، ها انتما كيفاش تيطلق داك زعفران شعره كيطلق مزيان مع زيت الزيتون. وهاهما الثومات من داكشي. اش غادي نديرو؟ قبل النوم دائما يوميا قبل النوم، بالنسبه للسيدات اللي عندهم الام الدوره ديرها قبل الدوره بخمسه ايام، قبل الدوره من خمسه ايام اللي كتجيها قبل ما تجيها الدوره، دير خمسه الفصوص قبل، يعني كل ليله فص يعني من الدبر. ودائما كيجيني السؤال يقول لي منين، واش منين الدبر؟ هو من الشراج يعني من اللور، بالمغربيه ديالنا من اللور ماشي من القدام. يعني كديري فص يكون بعد ما دفيتيه ديريه كقويل، هاد القويلبه ديال الثوم راك احسن من القويلبه تاع الصيدليه بألف درجه، لان يعني تحيد بروده من الرحم، تحيد بروده من الظهر، تحيد بروده من العمود. يعني كيما واحد السيده قالت لي خالتي الثوم عاجت لي العمود، كان عندي العمود فيه البروده وعاجاتو ليا. وايضا تساهم حتى البنيات اللي باغين تكون المؤخره عندهم بغاوها كبيره، حتى هاد الثوم كينشط دوك المناطق ديال الانثويه، كينشطها يعني كينظف كلشي، يعني الرحم كينظف من البروده من اي حاجه اللي تسهيل الحمل. هذا وكتا الم الظهر. وبالنسبه للدراري الاطفال اللي عندهم مشاكل ديال الكحه او السعال، ممكن نديروا لهم عندنا النوم، نديروا لهم واحد المعلقه بحال هكا صغيره تشربوها لهم قبل من النوم، تشربوها لهم قبل النوم، راه زوينه حتى للكبار. حتى الكبار يديروا معلقه كبيره، الصغار يديروا معلقه صغيره. هاد الزيتون اللي مطلق فيه
اللي متلق فيه الثوم وزعفران، راه زوين زوين، راه كيسخن الصدر وكيخرج داك البرغم اللي كيكون، يعني راه زوين هاد الزيت، هاد الزيت. وايضا حتى تقدري تدلكي بهاد الزيت، تلقي تدلكي به الظهر ديالك، مي ديري القويل، يعني الفص تاع الثوم من الدبر، الزيت تاخذيه وديريه في يدك ويشي حد يدلك لك ظهرك مزيان، وتنعسي عليه وتدفي عليه، وان شاء الله من نهار الاول، من اليوم الاول غادي يبان لك النتيجه. نتمنى بنياتي تكونوا خديتوا هذه الوصفه، راه وشرحتها لكم مزيان، راها ما غتندموش على هذه الوصفه، غادي ان شاء الله ترحموا لي عليها بها والديا، يعني من داكشي بهذا الثوم هاد الثوم بهذه الطريقه اللي وريتكم، غادي تقضيوا على مشاكل ديال الظهر، وغتقضيوا على البروده اللي في الرحم، وايضا اللي عندها مشاكل ديال الدوره اللي كتجيها بالالام، يعني بهذه الوصفه العجيبه السحريه ان شاء الله غتقضي كل على مشاكل البرد في هذا البرد ان شاء الله، لان هذا البرد الناس كلهم كيعانيوا من هذه المشاكل. هادشي بغيت نقول لكم ابنياتي، واللي وافقاتو يكتب لي في التعليق، لان هاد الوصفه راه كتوافق جميع الناس، راه دايرها فيت دايرها في القناه الثانيه، راها وافقت بزاف الناس، وقلت نديرها لكم باش اللي ما شافهاش يشوفها، لانها وصفه سحريه وكتليق في هاد البرد. بزاف الناس كيعانيو من هاد المشاكل اللي قلت لكم في هاد ايام البرد، غير ثقوا بيا ابنياتي، ديروها بالطريقه اللي وريتكم، وان شاء الله ما غتندموش، غادي ان شاء الله غترحموا بها والديا ان شاء الله. وإلى اللقاء في وصفة أخرى وفي فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.